حاليا منتخب لبنان باللون منتخبين حاليا عم بيسلموا على التذكارية حاليا للمنتخب الأردني. تمريرات علي شعيتو، كانت التمريرة الماضية بترجع من جديد الكرة الأردنية، هيدي خطيرة لمصلحة المنتخب الأردني، تسديدة ولكن هذه الكرة لمصلحة منتخب الأردن، وهدف أول لصالح المنتخب الأردني بعد خطأ لبناني بالكرة الماضية. عم يستفيد منه المنتخب الأردني سريعا وعم بيسجل الهدف الأول عبر وسيم الريالات. خلينا كونتر أتاك لمصلحة المنتخب الأردني، عم نشوف السرعة على الجهة الثانية والكرة هيدي خطيرة لمصلحة المنتخب الأردني، هيدي خطيرة هيدي خطيرة هيدي خطيرة، يا سلام شعيتو، علي شعيتو راح، علي شعيتو انطلق، علي شعيتو مرر الكرة حلوة كتير لمصلحة المنتخب اللبناني، هيدي خطيرة هيدي خطيرة للبنان، الكرة ملعوبة على الجهة الثانية، علي حكيم سدد حلوة كتير الكرة، الجميل المراوغة الجميلة والتسديدة، يا سلام يا سلام على التسديدة الماضية والأروع كان الحارس هادي كنج، يا سلام على هالتصدي الأكثر من رائع لحارس مرمى منتخب لبنان.